بسم الله الرحمن الرحيم. النقاش الجلالي رئيس جمعية المطاعم التقليدية بفاس، وكذلك نائب رئيس جمعية المثلث الذهبي. كما يعلم الجميع أنه في هذه الآونة، يعني بحلول عيد المولد النبوي الشريف، يتوافد على مدينة فاس وخاصة سيدي أحمد تيجاني العديد من مريدين الطريقة التيجانية من العالم، وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء التي ما فسي صاحب الجلالة يريها العناية الكبيرة. وكذلك نحن بدورنا نتساءل كمجتمع مدني ماذا أعدت السلطات المحلية في مدينة فاس لهذه الشريحة من المريدين التيجانيين، وكذلك المجالس المنتخبة ماذا أعدت لهذا المريدين التيجانيين. كما يعلم الجميع أن هذه منطقة واد الزحون وسيدي أحمد التيجاني تعرف يعني في هذه الآونة نوع من وفود يعني التيجانيين إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة تعرف يعني تهميشا منذ سنوات، ولا زالت هذه المنطقة لا تحتوي على يعني مرآة بالمستوى يعني اللائق، وكذلك المواصلات بالمستوى اللائق، كذلك المدخل فهو لا يشير إلى أنه هناك يعني واحد البعد إفريقي بالنسبة لفاس وبالنسبة للمغرب ككل. كذلك البنية التحتية التي تحيط بالضريح فهي ليست بالمستوى اللائق، كذلك الضريح في حد ذاته يعني ليس بالمساحة التي هو فيها الآن ليست كبيرة، وليست يعني بالمستوى الذي يجب أن تتطلع إليه هذه المدينة. كمجتمع مدني عندنا مقترحات يعني ربما تجد أذانا صاغية من المسؤولين. هذه الأيام نسمع بأنه هناك إعادة بناء مرقطان، فنحن يعني كمجتمع مدني عندنا رأي في هذا، ومقترح هو أنه المرقطان لحبذا أن يتحول إلى فندق كبير لإيواء يعني هاد المريدين التيجانيين. وكذلك غير بعيد هناك سينما العشابين في هذه الأيام، يعني يكون عندنا مشكل يعني البنيات الفندقية أو المؤسسات الفندقية التي هي قليلة في هذه المنطقة، والناس يفيدون إلى هذه المنطقة بكثرة. وكذلك المطار الذي يجب أن يحتوي بعد التوسيع دياله، يجب أن يحتوي على يعني خط رابط ما بين داكار وفاس ولما لا جميع العواصم الإفريقية، بما أن صاحب الجلالة يسافر عبر الربوع يعني الدول الإفريقية ويلقى بترحاب وكذلك يعني بحفاوة استقبال، ويعني هاد الناس أقل ما يمكن أن نعمل معهم أو نجازيهم هو أننا نوفر لهم يعني الظروف اللائقة باش يجيو، باش هذا منها الإيواء، منها الأكل، منها يعني حتى يعني المواصلات كالطائرات، وكذلك الثمن التذكرة يكون لما لا 2500 درهم. الأفارقة الذين يأتون عندي هنا في هذا المطعم يرحبون بالفكرة بأنهم يريدون أن يكون خط رابط ما بين داكار وفاس كخط أولي مبدئي، في انتظار أن يفتح الخطوط الأخرى كنيجيريا كمالي كوت ديفوار. هذا الخط هذا أنا أتأمل فيه خير، لأنه سيفتح آفاق بالنسبة لهذه المنطقة وبالنسبة لقصرية الكفاح التي هي الآن في يعني في ترميم، يعني هي اللي غادي تكون قاطرة، يعني هذه الخطوط هذه الإفريقية تكون قاطرة بالنسبة للنمو التجاري والازدهار التجاري في هذه المنطقة، علما أنه يعني هذه المنطقة تحتوي على أزيد من 1300 محل تجاري ممكن أن تستقطب العديد من أفارقة
يعني المقيمين في إفريقيا وكذلك في أوروبا. ونحن نناشد من هذا المنبر يعني المسؤولين على الشأن المحلي في المدينة أن يجعلوا يدنا في يدهم وننهض بهذه المنطقة، لأنها منطقة تعرف تهميش كبير، ودائما نحن نتكلم على هذه المنطقة لأنها هي الوحيدة في مدينة فاس، يعني بليدة سيدي أحمد تيجاني الصاغة وكذلك واد سحون، يعني هذه المنطقة اللي ما عرفتش، اللي ما كانش فيها واحد لا مبادرة وطنية ولا شي يعني شي مشروع ديال التهيئة. وكذلك نناشد المسؤولين على إيجاد التشوير اللائق، هذا التشوير الذي لا يخدم مصلحة هذه المدينة، لأنه تشوير ناقص وعندنا كثير من النواقص التي تشوب هذا التشوير. يعني عندنا ملاحظات كثيرة وقد أدلينا بها في اجتماعات كثيرة التي قمنا بها مع المسؤولين، ولكن نجد دائما الأذان الصماء التي لا تصغي إلى قول الحق. ونناشد من هذا المنبر، يعني أنا أظن أن هذه المنطقة لن تكون ولم تكون إلا بتدخل ملكي هو الذي سيحسم في هذه المنطقة، لأن المسؤولين بدون صاحب الجلالة الذي هو يعني نصره الله والذي يأتي بالمشاريع الكبرى لهذه المدينة وهذا المنطقة تريد مشروع ملكيا جبارا قاطرا بالنسبة لهذه المنطقة وبالنسبة لسيدي أحمد تيجاني، يعني هذا الضريح الذي لوحده يجب أن يستقطب لنا. وأنا أتكلم من هنا مع السيد وزير السياحة المقبل إن شاء الله، كلنا أمل أن يكون إنسانا يعني يريد أن يشتغل ويريد أن يخوض هذه المعارك التي هي معركة النضال من أجل تنمية سياحية في هذه المنطقة، وأنه هذه المنطقة يمكن أن تجلب، والضريح سيدي أحمد تيجاني يمكن أن يجلب لوحده أكثر من 30 أو 40 مليون سائح، يعني مريد تيجاني، لأننا نتكلم على رقم مهول الذي هو 450 مليون مريد تيجاني في العالم. أننا نعلق كل الأمال على التجارة في مدينة فاس، ليس في سيدي أحمد تيجاني والقيصرية لوحدها، في كل مدينة فاس وكذلك الفنادق في مدينة فاس ستزدهر لو أنه يكون هذا الضريح يعني يعطى له الإشعاع اللائق له. هذا ما نطمح إليه وما نصبو إليه، وشكرا.